واحد واستند في مخططه الإجرامي ذاك على قضية رئيسة هي إزهاق روح الحوار. استند في جرائمه تلك على إزهاق روح الحوار، ومن هنا بدأت الحكاية. فالمشاكل لا تخيف مهما كبرت، والصراعات لا تقلق مهما عظمت، طالما بقي الحوار مذيبا لجليدها وصاهرا لحديدها. فإذا شوهت صورته وموهت حقيقته تحولت المشاكل إلى مقاتل. فالحوار هو المناعة السياسية، وضعفه هو الإيدز السياسي. الحوار هو المناعة السياسية، وضعفه هو الإيدز السياسي. وحين أصر المخلوع يائسا على حقن الجسم اليمني بفيروس الإيدز، مزهقا روح الحوار ومفرغا إياه من مضمونه، قامت الثورة السلمية المباركة صيانة لهذه الروح. فلسنا إذن ثورة على الحوار، بل نحن ثورة حوار. نحن لسنا ثورة على الحوار، بل نحن ثورة حوار. معاشر الأحرار والحرائر، ومع ذلك يفهم البعض موقف شباب الثورة من الحوار خطأ ولو فهموا ما أخطأوا، ويسيء البعض الآخر الظن ولو تيقنوا ما أساءوا. وفي مفتتح الخطبة مفتاح الخطبة. فشباب الثورة يؤمنون بأن الحوار ضرورة بشرية يتحقق بها مراد الله في تعارف الخلق الذي به تزول الوحشة وتسقط الكلفة وتبدد المخاوف وتفند الشبه وتعالج المشاكل وتحقق المصالح. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وكيف يتعارفون إن لم يتحاوروا؟ وإذا كان الاختلاف سنة فطر الناس عليها، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإن الثوار يدركون أنه سبحانه قد فرض الحوار وقاية للاختلاف من أن يتحول إلى خلاف، وعلاجا له إذا تحول. لا فرق في ذلك بين رئاسة الدار ودار الرئاسة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وشباب الثورة يؤمنون بأن الحوار كما هو ضرورة بشرية هو أيضا فريضة شرعية، بدأها سبحانه بنفسه، فحاور الملك الكريم كما حاول الشيطان الرجيم، ثم أبلغ كل سامع وأمر كل طائع وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد حاور الأنبياء والمرسلون حتى ضاق بهم الطغاة، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وشباب الثورة يؤمنون بأن الحوار كما أنه ضرورة بشرية وفريضة شرعية فهو أيضا قيمة وطنية. فحين انتهج العرب التناحر انتهج اليمنيون التحاور. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، بل آمن اليمنيون مبكرا بإلزامية الحوار ونتائجه، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
وحين جاء الإسلام بتحية السلام وهي لا تقتضي التقارب ولا الحوار، إذ قد يسلم الناس على بعضهم عن بعد، أضاف اليمنيون إلى السلام المصافحة، مما يضطر الناس إلى التقارب والتحاور. ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن أول من جاء بالمصافحة، ولمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمنيين وتمسكهم بقيمة الحوار، فقد اعتمد في اليمن على القيادة الجماعية للفردية، واشترط على هذه القيادة صدور قراراتها بالحوار والتوافق. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. فالحوار لدى شباب الثورة ضرورة بشرية وفريضة شرعية وقيمة وطنية، ولأنهم يؤمنون بالحوار فقد رفضوا التحوير. لأن شباب الثورة يؤمنون بالحوار رفضوا التحوير. إن نقطة واحدة تحول الحوار إلى حوار، نقطة واحدة تحول الحوار إلى حوار، فما بالكم بمئات النقاط العسكرية التي تمزق أوصال الوطن؟ فكيف يمكن أن نخرج بعد هذا بحوار؟ معاشر الأحرار والحرائر، الحوار معاهدات ومعاقدات لا مزايدات، واستراتيجية لا تكتيك، ومبدأ لا مجرد مصلحة. فسياسة أنا فهمتكم ليست حوارا، وسياسة من أنتم ليست حوارا، وسياسة يرحل من يرحل ليست حوارا. فلا حوار مع عقليات نجم لي ونجم الأسد، لا حوار مع نفسيات أشتي لحمة من كبشي واشتي كبشي يمشي، لا حوار مع سلوكيات قل ما تشاء وسأفعل ما أشاء، لا حوار أيضا مع الرصاصة القاتلة والقنبلة الحارقة والصاروخ المدمر، لا حوار وأرحب تنسف، لا حوار ونهم تقصف، لا حوار ولوتر تتفجر، لا حوار وزنجبار تدمر، ارمي مسدسك وتعال نتحاور، انزل من دبابتك وتعال نتحاور، اعترف بجرمك وتعال نتحاور، سلم مغتصباتك وتعال نتحاور، رد مسروقاتك وتعال نتحاور، أطلق معتقلك وتعال نتحاور، ولن نقول أحي قتلاك، لكننا نقول اخضع للعدالة وتعال نتحاور. ومع احترامنا لثوار الوفاق، فإننا لا يمكن أن نسمح بأن تتحول حكومتهم رغم إيجابياتها إلى حصان طروادة تخترق العائلة حصن الثورة من خلاله. فالشعب في حوار مفتوح منذ أكثر من عام، الشعب في حوار مفتوح منذ أكثر من عام، حوار الثورة عنوانه واليمن ميدانه والساحات ضمانه. اليمن الشعب في حوار مفتوح منذ أكثر من عام، حوار الثورة عنوانه واليمن ميدانه
والساحات ضمانه، ولن ننتقل إلى حوار جديد إلا في ظل وضع جديد. لا انتقال إلى حوار جديد إلا بوضع جديد. إن الثوار والثائرات لن يسمحوا، وأكررها، لن يسمحوا لأحد باغتيال ثورتهم ولو بدعوى الحوار. فقد جاء عمير بن وهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرا رغبته في الحوار حول بعض أقربائه الأسرى، ومضمرا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمير مظهرا الحوار ومضمرا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يحمل معه سيفا مسموما. فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: يا عمير، ما جاء بك؟ فقال عمير: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم، أي أحاوركم بشأنه. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا كذبه: فما بال السيف في عنقك؟ جئت للحوار، فما بال السيف؟ لماذا تحمل سيفا؟ وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحوار والسيف ضدان لا يجتمعان. فإننا وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمحاوره فما بال السيف، فإننا نقول لمن يطلب حوارنا: إذا أردتم حوارنا حقا فما بال البرطجات، وما بال التمردات، وما بال المعتقلات، وما بال النهب والسرقات، وما بال التخريب والتقطعات، وما بال دعوى البرلمان ومشاغباته ومزعوم الأمن القومي ومؤامراته، وما بال الجنوب الذي لا زال مقهورا، والشمال الذي لا زال مقدورا، وما بال الشهداء والجرحى والمعاقين والمختطفين واللاجئين والمشردين، وما بال من انتهكت آدميتهم ونهبت معاشاتهم وصودرت وظائفهم؟ إذا أردتم الحوار فما بال ذلك كله؟ إن الثورة لن تأكل أبناءها. على الجميع أن يعلم ويدرك ويؤمن ويوقن أن الثورة لن تأكل أبناءها، وأن الثوار لن ينسوا رفاقهم، وإن الشعب الذي حافظ على مناعته السياسية لن يسمح لأحد أن يحقنه بالإيدز السياسي. ومتى أراد رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق، متى أرادوا حوارا بلا شروط، فليحاورونا بالأفعال لا بالأقوال. إذا أراد رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق حوارا بلا شروط فليحاورونا بالأفعال لا بالأقوال، فإن لم يفعلوا فسنقبل، إن لم يفعلوا سنقبل بقرار يأمرنا بالحوار أمرا ويجبرنا عليه جبرا، بشرط أن يوقع على هذا القرار كل مصادر ومعتقل ومختطف ومهجر ومعاق وجريح وشهيد. هذا هو شرطنا. والخلاصة أيها المحاورون، لن تسمعوا منا ما تستريح له الأذن
حتى نرى منكم ما تقر به الأعين. أيها المحاورون، خلاصة القول: لن تسمعوا منا ما تستريح له الأذن حتى نرى منكم ما تقر به الأعين. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، معاشر الأحرار والحرائر، وإذا كان لدعوة الحوار من محمدة، إذا كان لدعوة الحوار من محمدة فهي إظهار وحدة شباب الثورة وتماسكهم. فبعد أن كثرت المزاعم المشبوهة حول تفرق الشباب واختلافهم، جاء موقفهم الواحد الموحد تجاه دعوة الحوار ليؤكد أنهم على قلب رجل واحد وعلى قلب امرأة واحدة، لا يقيلون ولا يستقيلون ولا يفرطون ولا يفرطون، رؤاهم متعددة وأهدافهم واحدة. فنورت الوجوه وبوركت الجهود وسددت الخطى، وهي فرصة للتنبيه على أهمية تأكيد هذه الوحدة من خلال لقاءات مبرمجة تمحور الشباب حول أجندتهم المشتركة. فإنما النصر في التسديد والمقاربة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. فالثورة تمر اليوم بأخطر مراحلها، والجميع مطالب بأكثر من مجرد الترقب والانتظار. فلا بد للنظام من غربلة، ولا بد للجيش من هيكلة، ولا بد للعائلة من زلزلة، ولا بد للوضع من حلحلة. لا بد للنظام من غربلة، ولا بد للجيش من هيكلة، ولا بد للعائلة من زلزلة، ولا بد للوضع من حلحلة. وهي مطالب ملحة لا يغنيها وعد ولا يكفيها وعي. وقد وفق الله ثورتنا بعدو أحمق، وفق الله تعالى ثورتنا بعدو أحمق نقربه إلى السجن شبرا فيتقرب ذراعا، وندنيه من المحاكمة مشيا فيدنو هرولة، ونشهد عليه الداخل فيستشهد الخارج. يستره الله ليلا فيكشف نفسه نهارا، ويعمل أزلامه سرا فيفضحهم جهارا. كان جل مطلبنا أن يصبح رئيسا سابقا، كان جل مطلبنا أن يصبح رئيسا سابقا، فأصر إلا أن يصبح محروقا مرجوما مخلوعا متمردا. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أما المتمردون فما زادوا بفعلتهم إلا أن أعلنوا أمرهم وكشفوا سترهم وأكدوا للعالم أنهم ما كانوا طيلة 3 عقود إلا ذئابا في مسلاخ رعاه، ولصوصا في أثواب حماه. غرهم ستر الله عليهم، والله ستير يحب الستر. فلجوا غرورا واستطالوا فجورا، فأجلهم ثم عاجلهم. إن الله ليملي للظالم
حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وها هم الأوائل يستسلمون ويسلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومع ذلك فالثورة لا تنتصر بحماقة أعدائها فحسب. الثورة لا تنتصر فقط بحماقة أعدائها، بل لا بد أن تكتمل بفطنة أبنائها. فتفطنوا يرحمكم الله. وقبل الختام نقول للسيد رئيس الجمهورية: أصدرت قرارات جيدة يا رئيس الجمهورية، لقد أصدرت قرارات جيدة، لكن القرار الأهم لدى الشعب لم يصدر بعد. لقد أصدرت قرارات جيدة، لكن القرار الأهم لدى الشعب لم يصدر بعد. وقد والله آن أوانه وحان زمانه، فلا تؤخر قرار اليوم إلى الغد. ولست وحدك فلا تتردد، لا تؤخر قرار اليوم إلى الغد، ولست وحدك فلا تتردد. وختاما يا جيشنا، يا أمننا، ثوروا لعزتكم أسودا. يا جيشنا، يا أمننا، ثوروا لعزتكم أسودا. هم جوعوكم ثم ألقوكم لفتنتهم وقودا. هم جوعوكم ثم ألقوكم لفتنتهم وقودا. أنتم كرام من كرام، فاخلعوا الطفل العميد. أنتم كرام من كرام، فاخلعوا الطفل العميد. قولوا له: يكفي معاندة، فليس الجيش سيدا، اخرج سريعا قبل ان ترجو الخروج ولن يفيد. وافهم ولو لدقيقة، فإلى متى تبقى بليدا. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحم شهداءنا وارفع قدرهم، ارحم شهداءنا وارفع قدرهم، ارحم شهداءنا وارفع قدرهم.